السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا سابع؟ اليوم مسنا ناخذ تربية وطنية، الدرس الأول من الوحدة الثانية، الحقوق والحريات الأساسية. معكم وفاء حسين من أكاديمية الذكاء الدولية. افتحوا لي صفحة 36 يا سابع. الآن نتحدث عن الحقوق والحريات الأساسية. طبعا الحريات والحقوق هي الإنسان أو المواطن لا يستطيع أو لا يقوى على العيش في هذه الحياة دون أن يحصل على حقوقه، على حقوق تصون له كرامته وتكمل له، فهو لا يشعر بأنه إنسان أو مخلوق محترم إلا إذا حصل على حقوقه وحصل على حريته الشخصية دون أن ينتهكها أحد آخر. فالحقوق والحريات الأساسية تجعل الإنسان قادر أنه يتصرف في حياته كيف يشاء دون أن يعتدي عليه أحد آخر، دون أن يعتدي أحد عليه، دون أن يعتدي أحد على ماله، على عرضه، على مسكنه. وهناك كثير من الحقوق التي كفلها الدستور الأردني للأردنيين، منها الحق في الحياة، أيضا الحق في الأمن والأمان، وأيضا الحق الكرامة التي يجب أن تصان للإنسان، وأيضا حق الإقامة وأنه يتنقل من مكان إلى آخر. إذن الحقوق والحريات، ما هو تعريف الحقوق والحريات يا سابع؟ الحقوق والحريات إيش مفهومها؟ هي أن يكون الإنسان قادر على التصرف في شؤون نفسه ضمن القانون، يعني تحت مظلة القانون، إنه ما يتعدى على غيره، إنه يصون حقوقه ويحافظ على حقوقه لكن ضمن القانون، آمنا من الاعتداء عليه في نفسه وعرضه وماله، إنه ما حدا يعتدي عليه بالقتل، أو ما حدا يعتدي على ماله يسرقه، ما حدا يعتدي على عرضه إنه يتعدى على بيته الذي يعيش فيه هو وعائلته. شريطة أن لا يكون في تصرفه عدوان على غيره، هذا الحق مشروط وهذه الحرية مشروطة، أنه ما يكون في هناك عدوان على أحد غيره. من الأمثلة على الحقوق يا مس، أول شيء الحق في الحياة، 2 الحق في الأمن والأمان، 3 حق الكرامة، 4 حق الإقامة والتنقل. أول هذه الحقوق اللي هي الحق في الحياة، طبعا أهم الحقوق التي نادت بها الديانات السماوية هو حق الحياة. يعني مسألكم ما هو أهم الحقوق التي نادت بها الديانات السماوية، تحكي لي حق الحياة. لماذا يمس؟ فسر هذه العبارة، يعد حق الحياة من أهم الحقوق التي نادت بها الديانات السماوية، لأن الحياة هي هبة من مين؟ من الله سبحانه وتعالى للبشر، هي هبة ونعمة وهبنا الله تعالى بها، لذا لابد من حمايتها وصونها، ولا يجوز لإنسان أن يعتدي على حياة إنسان أو أن يمسها بأي شكل من الأشكال. واضح يا مس؟ إذن الحياة هي نعمة من الله سبحانه وتعالى وهبنا إياها، ذلك يجب الحفاظ عليها وحمايتها، ولا يجوز لأي أحد أنه يعتدي على حياتك. والدليل على ذلك قوله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يعني إذا الإنسان قتل نفس أخرى كأنه قتل الناس جميعا، وإذا حمى نفس أو دافع عن نفس كأنما دافع عن الناس جميعا. الحق الثاني الحق في الأمن والأمان، وهذا أيضا حق مهم. فسر: يعد الأمن
أو الشعور بالطمأنينة من الحاجات الرئيسة لأي إنسان. ما السبب في ذلك أنه تعد الأمن والشعور بالطمأنينة من الحاجات الرئيسة لأي إنسان؟ بسبب التصاقه مباشرة بحياته، واحد بسبب التصاقه مباشرة في حياته. لذلك يا يمس، كثير من الناس في العالم تستهدف حياة الأبرياء، خير دليل على أهمية الشعور بالأمان. يعني كثير ناس إنه بقوم بتفجير أنفسهم مثلا في قطار، مثلا في محطة نقل، في مول، في سوق. طبعا هذا بيستهدف، مش بيستهدف إنه يعمل، إنه يعمل خير أو يعمل على نهضة مجتمع، لا، هو بيسعى إلى دمار مجتمع وبسعى إلى قتل أبرياء سوف يحاسب عليهم يوم القيامة. بالتالي هو خسر في الدنيا حياته، وخسر في الآخرة أنه سوف يدخل النار. والله سبحانه وتعالى الحمد لله إحنا عايشين في بلد آمن واستقرار، نشعر بالأمن والطمأنينة، نشعر بالعدل، لا نشعر بالظلم، لا نشعر بالتمييز، لا نشعر بالتعصب. واضح يا مس؟ إذا الحق في الأمن والشعور بالطمأنينة، فسر يعد الأمن والشعور بالطمأنينة من الحاجات الرئيسة لأي إنسان. شو السبب؟ التصاقه مباشرة بحياته. يعني تلاحظ إنه هدول الحقين التنين هم مهمين في الحقوق الإنسان، الحقوق والحريات الأساسية. الحق الثالث اللي هو حق حرية التنقل والإقامة. حرية التنقل والإقامة للإنسان حق إنه ينتقل من مكان إلى آخر داخل الدولة، وأيضا إنه ينتقل إلى مكان خارج الدولة، وأيضا وأن يعود إلى دولته مسقط رأسه متى ما شاء دون قيد، دون قيد ودون أن تدخل من أي طرف آخر. وأيضا إنه له حق إنه يختار محل إقامته، إنه وين يسكن في داخل الدولة. إذا ما المقصود بحرية التنقل والإقامة؟ إنه حق الفرد في الانتقال من منطقة إلى أخرى في الدولة أو الخروج منها أو العودة إليها من دون قيد يحد من هذه الحرية إلا وفقا لما يقتضيه القانون. وأيضا تتضمن العودة، وتتضمن أيضا عفوا حق اختيار محل إقامته في داخل الدولة، إنه أنت تسكن وين ما بدك في أي مكان ترغب به دون قيد أو دون تدخل من أي طرف آخر. أيضا آخر شيء الحق في السكن والحياة الخاصة. الحق في السكن والحياة الخاصة إنه لكل إنسان في الدولة إنه حق إنه يسكن في مكان آمن ويحيا حياته الخاصة في مسكنه، في بيته، دون إزعاج، دون مضايقة من أحد. فلا يجوز لأي أحد إنه مثلا ينتهك حرمة بيته، إنه يقتحم بيته أو يقوم بتفتيشه. واضح يا مس؟ إذا ما المقصود في الحق في السكن والحياة الخاصة؟ إنه لكل إنسان حق أن يحيا حياته الشخصية في مسكنه دون مضايقة أو إزعاج من أحد، دون أنه يضايقه أو يزعجه أحد. فلا يجوز أن يقتحم أحد مسكن شخص أو يقوم بتفتيشه أو انتهاك حرمته. طب ما المقصود بالمسكن؟ المسكن هو المكان الذي يأوي أو يعيش فيه الإنسان لحماية نفسه ويشعر فيه بالطمأنينة. إذن ما المقصود بالمسكن؟ هو المكان الذي يأوي إليه الإنسان لحماية نفسه ويشعر فيه بإيش؟ بالطمأنينة. بيبقى عنا الحقوق والحريات الأساسية في الدستور الأردني يا مس. طبعا هاي الحريات والحقوق لكم للعلم، طبعا ما بدي منكم تحفظوا منها إشي، بس المهم تعرفوا إنه الدستور الأردني كفل الحقوق والحريات للمواطن الأردني. ومن هذه الحقوق يا مس الحرية الشخصية مصونة
كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة الأردنية الخاصة الأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون. هذا الحق اللي حكينا هسه إنه عنه، إنه الإنسان حقه إنه ما حدا يقتحم بيته أو يقوم بتفتيشه أو انتهاكه. هذا القانون أو هذا الحق حفظه له الدستور الأردني. كل اعتداء على حرمة الحياة الخاصة الأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون. أيضا لا يجوز إبعاد أردني عن ديار المملكة، إنه حرية التنقل حرية التنقل والإقامة. أيضا عندنا لا يجوز أن يحظر على أردن الإقامة في جهة ما أو يمنع من التنقل أو أن يلزم الإقامة في مكان إلا في الأحوال المبينة، إنه يتنقل أيضا داخل الدولة ويعيش أينما كان أينما يريد. للمساكن حرمة لا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون، يعني المسكن هو المكان الذي يأوي إليه المواطن، فلا يجوز اقتحامه أو سرقته أو انتهاكه. هنا كل اعتداء في الحقوق والحريات العامة، هذا دليل على حق إيش يمس؟ حق الحياة، صح؟ طيب لا يجوز إبعاد أردني عن ديار، هنا حق إيش؟ التنقل والإقامة، صح؟ هنا لا يجوز أن يحظر أردني الإقامة في جهة أو يمنع من التنقل ولا أن يلزم الإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون. هاي نفس الإشي، حق التنقل والإقامة. أيضا حق المساكن حرمة لا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة، هذا حق إيش يمس؟ حق المسكن والحياة الخاصة، واضح يا مس؟ هيك نكون يا مس انهينا الدرس، وبتمنى منكم انكم تحلوا أسئلة الدرس الموجودة صفحة 40، ويعطيكم العافية.